هذه المشاهد ستبقى عالقة في أذهان العراقيين بعد أن تسببت في وقوع عشرات الضحايا. أعلن البرلمان الحدادة ومثله محافظات عدة حزنا على دماء حرم سفكها الجميع بعد أن ذهبت القضية إلى أبعد من أحداث الخضراء. النجف احتضنت جثامين الشهداء، نحو 45 دفنوا في وادي السلام، فيما تستمر مقابر المدينة باستقبال مزيد من الضحايا الذين قضوا في مواجهات الخضراء. وكعادتها اتسعت الأزمة من خلاف سياسي لم تسيطر عليه القوى إلى حد يمنع الصدام. ومنذ لحظة المواجهة تتعالى أصوات النخب لحث القوى والأحزاب على تبني خطاب التهدئة. رغم أن الصراع الحدث قبل أيام هو طرفاه سياسيين، لكن يبقى الدم الساقط هو دم عراقي له حرمته. الجميع يترحم على أرواح الشهداء ويأمل أن لا تتكرر هذه الأحداث، حفاظا على دماء الشباب، حفاظا على الأمن المجتمعي، على سلامة البلاد. الشارع النجفي يرفض العنف ونخبه تدعو إلى حوار يستوعب الأحداث، لكنه متخوف من أن يكون الحوار نسخة مكررة عن حوارات قديمة. في المراحل السابقة كان هنالك عرابين سياسيين في العراق يجمعون الفرقاء أو الأطراف المتنازعة على طاولة حوار. الآن فقد هذا الشيء. أعتقد أن على كل القوى السياسية الجلوس إلى طاولة حوار وخفض سقف مطالبها حتى نستطيع أن نحفظ سيادة هذا البلد ونشكل حكومة في أسرع وقت. أنا أعتقد أن على الإطار تقديم مبادرات سريعة وحلول سريعة، حلول وسط على الأقل ترضي الطرف الآخر، لأنه زعيم التيار الصدري أنزل سقف مطالبه كثيرا. هكذا إذن يجمع الشارع النجفي على ضرورة التفاهم لتخليص البلاد بمبادرات تحفظ السلم والأمن وتقطع الطريق على من يريد مزيدا من الدماء. من النجف، حسام الكعبي، يو تي في.